السلام عليكم. المرة دي هنتكلم على تكنيك جديد للسبكترو سبكترو اسمه الماس سبكترومتري. ده يختلف خالص عن الان ام ار والاي ار، ودي اهمية كبيرة في التعرف على الاستراكشر بتاعكم بقى. تمام، المرة دي نغير تفكيرنا خالص. احنا مش بنبص على البروتون، بنبص على الكربون، بنبص على احنا بنبص على المولكيول كله على بعض. الفكرة بتاع الماس سبكترومتري او الهدف بتاعه، اول حاجة انك تعرف المولكيولار ويت او الماس بتاع المركب، وبعد كده تعرف على الاستراكشر بتاعه. طيب فكرته ايه؟ ان احنا بنعرض المولكيول ل هاي انرجي الكترونز. تمام، يعني كأنك بتضربه بطلقة من الالكترونز. فده بيؤدي الى ايه؟ ان المركب يعني لو تخيلت مركب بسيط كده زي المثال، وضربته سترونج بيم اوف الكترونز هاي الانرجيتك، كانك بتضربه بطلقه رصاص، تطلع من المركب يعني تضربه بالكترون يطلع بالكترون تاني، فيسيب المركب عليه بوزيتيف تشارج. البرودكت اللي طالع دوت هنسميه مولكيولار ايون، لان التشارج شايلها المولكيول كله على بعضه. طيب دي بتفيدني في ايه؟ بتفيدني ان الايرون اللي طالع دوت اول حاجه مش بس بيفضل زي ما هو، جزء منه بيبدا يتكسر، يعني لانه بقى عليه انرجي. يعني اول ما اشوفه هو اول واحد اهو ده المولكيولار ايرون بيك، هلاقي انه بيتكسر لانه مش قادر يشيل بوزيتيف تشارج، فبيبدا يفقد مثلا بروتون، سوري هنا مثلا مش هنسميه بروتون، هنسميه راديكال، ويبقى كاتاير. يجي بعد كده يفقد كمان، ممكن يتكسر كل البونص اللي فيه واحده ورا الثانيه، فنسمي اللي طالع منه دوت دي فراجمنتس، اجزاء. فبالتالي لو انا قدرت اقيس الكاتايرز اللي طالعه دي كده، يبقى ممكن اتعرف على الاستراكشر. هتقول لي ازاي؟ اولا اكبر كاتايون ده هيبقى مين، او بنسميه كاتايون راديكال، هيبقى المولكيول نفسه. اللي بعد كده هيبقى اجزاء منه، فانا لو قدرت اجمع الاجزاء دي واتعرف عليها، يبقى اقدر اتعرف على المولكيول والاستراكشر بتاعه. يعني مثلا ده كان مكون من كربونتين، اداني اتنين كاتايونز اهو، واحده في كربون، وبالتالي التاني في الكربون التاني. الباقيين دول اسمهم الراديكالز. طيب الجهاز بيديني فرصه للتعرف على الكاتاير اللي طالع او المولكيولار ايون اللي طالع والفراجمنتس، السبيكترم بيوضحهم لي. يبقى بالتالي لما اجي استخدم التكنيك ده، انا بحول المولكيول الى 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 ايه؟ الى كاتاينز، سواء المولكيولار ايون او فراجمنتس. ناخد يعني ازاي بقى الاول بحدد الكاتايرز دي. لما ببص للجهاز، ودي يعني انا بحب دايما ابقى سيمبل في الحته بتاعت الثيري، بيبقى انا عندي ادي السامبل اهو بدخلها في الجهاز هنا. تمام، بضربها بالكترون بيم زي ما انت شايف كده، واعمل هيتنج فتبقى تحصل لها فابريشن، فالكاتايرز بتتكون في المنطقه دي. لو انا عندي سترونج كاثود هنا اهو بيجذب الكاتايرز اللي طالعه دي، يبقى هتبدا تمشي في مسار هنا هو بعمل اكسلريشن، الكاتايرز تجري تجري، وهي ماشيه بتتعرض لماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد يبدا يعمل لها ايه؟ انها تتحرك في مسار دائري. المسار اللي بتاخده بيعتمد على الويت بتاعها، بيعتمد على الويت، فبالتالي وسرعتها برضو بتعتمد على الويت، والكلام ده هو اللي بستخدمه لو انا عندي ديتكتور على الناحيه الثانيه. يبقى الفكره ايه؟ ان انا اعمل جنريشن للكاتايرز هنا وابدا اجمعها. طبعا الجهاز بيجمع الكاتايرز بس عشان بيعمل اكسلريشن على كاثود. المسار اللي بتاخده بيحدد الويت، فاللي بقيسه هنا هو الويت بتاعت الكاتايرز، او بيسموها الماس بير تشارج، الام على زي بتاع المركب. فبالتالي مش المركب لوحده بقى، المركب والفراجمنتس، فبيطلع لي سبيكتروم زي اللي انا شايفه ده مثلا. يعني انا لما ابص للسبيكترم ده، ايه ده مختلف خالص عن الاي ار والام ار. بص طيب على الاكس اكسس هتلاقي ام بير زي، يعني الماس بير تشارج، والتشارج كلهم هيبقى واحد. يبقى مثلا انا عندي هنا اقدر اقول عندي بيك، ماس بيك عند كام؟ عند 46 وعند 45 وعند اهو 43 وهكذا، صغيرين دول، بس عندي واحده كبيره قوي عند كام؟
31، واحدة عند 30 وهكذا. طب ايه اللي على الواي اكسس ده؟ اسمها الريلاتيف انتنسيتي. ريلاتيف يبقى ريلاتيف لايه؟ ريلاتيف لاعلى واحد. يعني هقول ان اعلى واحد بنسبة 100%، يعني ده اعلى كاتايون موجود او اعلى فراجمنت موجود عندي فين في السبيكترم. يبقى انا هنا الماس بريتشارج وهنا ايه الانتنسيتي، يعني بمعنى صح في كمية كبيرة من الكاتايون ده بتوصل للكاثود، يليها الكمية دي يليها وهكذا دول. طيب ده مين ده السبيكترم؟ ده السبيكترم بتاع الايثانول. يعني الايثانول لو دخلته في كسامبل في جهاز بيديني السبيكترم ده، هل ده ممكن اتعرف بيه على الاستراكشر بتاع الايثانول؟ يعني مثال الايثانول المولوكيولار ويت بتاع 46، فين ال 46 هنا؟ هنا. يبقى دي بنسميها المولوكيولار ايون بيك، ام بلس دوت. المولوكيولار ايون بيك دي هي بتاعة الإيثانول 46، ولذلك هي أكبر واحدة فين؟ في الـ في الإكس أكس، يعني لو تمشي في الإكس أكس كده أكبر واحدة على الإكس أكسس تبقى نسميها المولوكيولار أيون بيك. طب الباقيين دول كلهم فراجمنت بيكس. الله، طب فيهم واحدة طويلة جدا أهي هنسميها البيز بيك، يبقى اللي عند 31 دي هنسميها البيز بيك. ليه بيز بيك؟ لأن دي اللي هنعتبرها 100%. يبقى أنا هنا اول حاجه اتعلمتها من الماس سبيكترم بتاع الايثانول ان عندي على طول على الاكس اكس الام بير زي او الماس بتاع الفراجمنتس اللي موجوده، الواي اكسس هو الانتنسيتي، ان الفراجمنت اللي ليه اعلى ماس هو البلوكولار ار بي. خلينا لغايه دلوقتي نقول عليه كده تمام. طب اللي ليه اعلى انتنسيتي هو البيز بيك. طب ليه هو ليه اللي عنده 31 ليه اعلى انتنسيتي؟ لانه مور ستيبل، الفراجمنتس نفسها برضو بتتكسر، فهي ماشيه في التراك اللي بيوصل بينها هو النسبه اللي احنا بنقيسها، طب الباقي ده بيتكسر وهكذا. طبعا اللي بيوصل بنسبه اكبر هو ايه؟ الموست ستيبل كاتايون. وهنا نبدا نفكر، هو الفراجمنتيشن بيعتمد على ايه؟ على الاستابيليتي بتاعت الكاربو كاتايونز اللي طالعه، ولذلك الاستراكشر انا ممكن اعرف مين اللي هتبقى الجزء الفراجمنت الستيبل بالظبط. تخيل كده كاني مسكت ازازه كوكولا كده وبنشد عليها وبكسرها، في مناطق ضعف وفي مناطق قوه، في جزء هيفضل مهما اضربه هيفضل سترونج، وفي منطقه مجرد ما الميزه تتكسر. نفس القصه لما اضرب الكومباوند بالكترون بيم هيبدا يبقى عليه بوزيتيف تشارج ويبدا يحصل له فراجمنتيشن، لو هو ستيبل هيفضل هو. طب سؤال تاني، يبقى انا اول قبل ما نقول السؤال اول حاجه اتعلمتها يعني ايه مولوكيولار ار بيك ويعني ايه بيز بيك. طب السؤال بقى اللي هو ايه، هل ممكن المولوكيولار ار بيك يبقى هو البيز بيك؟ لو المولوكيول ستيبل يبقى مش هتكسر كتير، يبقى هيبقى نفسه هو. يبقى تعريف اول حاجه استفدت بيها من السبيكتروم ان انا اقدر اتعرف على المولوكيولار ايون، وده اللي هو المولوكيولار ويت بتاع الدرجه. تاني حاجة أتعرف على البيز بيك الموست ستيبل فراجمنت منه. طب لو أنا قدرت أعرف الاستراكشر بتاعه، يبقى ده يأكد لي الاستراكشر بتاع الكومباوند. يبقى ده صورة مصغرة للماس سبيكترومتري طبعا بتاع المركبات الماس سبيكتروم تمام. أنا مش هاخد كتير عشان ظروف الكورونا اللي عايشين فيها والعزل والناس اللي قاعدة في البيوت والإجراءات اللي موجودة وإن إحنا مش بنتقابل فيس تو فيس، فبالتالي تلاقي الكورس بتاعي بيتخفف شويه. فالنصيحه بتاعتي اول حاجه لازم تتعرف عليها لما تبص على السبيكترم ان انت تطلع المولوكيولار ام بيك وتطلع البيز بيك، يليهم بعد كده هتشوف هتطلع ايه وهكذا. المسجز بتاعه المحاضرات بتبقى درجات، الاول درجه واسهلهم وبعديها اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها، فبالتالي ما تستهنش الاسهل واحده. ان انت تعرف الباس بتاع المركب دي لوحدها كافيه ان انت تتعرف على حاجات كتيره جدا تمام. طيب ايه اللي بعد كده؟ ايه المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها بعد كده؟ هناخدها واحده تانية مثلا. طيب معلش، زي ما في الاكبر ماس بنسميها المولوكيولار بيك، في حاجه اسمها ام بلس 1 وام بلس 2. ايه ام بلس 1؟ يعني المولوكيولار بتاع الايثانول كان 46، هل في حاجه اسمها 47 و48؟ ما دي ام بلس 1 يعني كده، ام بلس 2 يعني كده، دول بنسميهم ايزوتوب بيكس. ايه ايزوتوب بيكس؟ انت بقى المره دي بتتعامل مع ماس
ومع ناس يعني انت عندك الهيدروجين اللي في الطبيعة 100% واحد، الويت بتاعه واحد الاتوميك ويت. الكربون 12 في كربون 13 بنسبة واحد لواحد، 1%. يعني انت اي كربون في الدنيا نسبة 99% منه 12، لكن في نسبة 1% 13. يعني انت لاي مولكيول فيه، ولو في كربونة واحدة زي مثلا الميثانول في كربونة واحدة، الكربونة دي ممكن تكون 12 وممكن تكون 13، ال 13 بنسبة 1%. يعني لو لقيت مولكيولر ايون بي للميثانول هتلاقي ام اللي هو الام بتاعته هتلاقي جنبيها 1% صغننه خالص، اللي هي ايه؟ اللي هي ام بلس 1. تمام. طب النيتروجين في منه ان 14 وان 15، الان 15 نسبته صغيره خالص. طب الاكسجين في اكسجين 18 نسبتها صغيره جدا. يبقى المركبات اللي فيها هيدروجين وكربون ونيتروجين واكسجين اللي هي اغلب المركبات الاورجانيك هتلاقي نسب الايزوتوبس اللي هي الكربونز 13 والنيتروجين 15 والاكسجين 18 النسب دي بتبقى صغيره جدا، ولذلك الام بلس 1 او الام بلس 2 لا يكاد يسقط تحت ال 1% بكتير. تمام. طب امتى تبقى نسبه الام بلس 1 او الام بلس 2 كبيره؟ لما يبدا يبقى عندي سلفر او كلورين او برومين او تمام. السلفر مثلا نسبه السلفر اللي هو اللي انت بتبقى فاكره على طول السلفر 32، لكن ده نسبته 95% في الطبيعه، لكن في نسبه السلفر 34 بيبقى 4%. يعني اي مركب فيه ولو سلفرايه واحده سلفر واحده هتبقى مثلا لي ام، هتبقى لي ام بلس 2 بنسبه 4%، صغيره برضو بس ملحوظه. طب في حاله الكلورين، كلورين زي ما في 35 في كلورين 37، يعني اديني ده يعني لو واحده كلورين في المركب هيديني الام، هتبقى مسؤول عن الام اللي هي 35، لكن ال 37 هتبقى مسؤول عن ام بلس 2. فدي نقول عليها ايه؟ ان المركب هيظهر له مولوكيولر ار بيك ومولوكيولر وبيك تانية بعديها باتنين، هنسميها ايه دي؟ نسميها ايزوتوب بيكس. طب نسبتهم كام؟ 3 لواحد 75 ودي 25، يعني التلت، فهتبقى واضحة جدا في الماس سبيك. البرومين عجيب جدا، البرومين اللي في الطبيعة نوعين وتقريبا بنسبة متساوية، البرومين 79 والبرومين 81. حتى انت كنت زمان افريج تقول الافريج بتاع البرومين اللي في الطبيعه 80. طبعا الفرق بين التو ايزوتوبس دول مش في عدد البروتونز، في عدد النيوترونز، فبالتالي الفرق في الوزن، لكن هم متواجدين بنسبه تقريبا متساويه في الطبيعه. يعني اي مركب فيه برومين هتلاقي وزنه مثلا سي وزنه 650 او 640، 640 مثلا، هتلاقي بعد هو نفسه فيه منه نوعين 640 و642. طب 40 دي جايه منين؟ من البرومين 79. طب 42 دي جايه منين؟ 642 من البرومين 81. ولو مش عاجبك اوزن بره. تمام؟ المهم ان الاثنين موجودين بنسبه تكاد تكون متقاربه. فبالتالي الله، يبقى المركبات اللي فيها برومين اقدر اعرفها من الماس سبيك على طول. هلاقي الام والام بلس 2 قد بعض. طب الايودين فيه ايه؟ لا الايودين في الطبيعه احنا بنتكلم على الطبيعي 127، لكن في ايودين طبعا 130 بس ده سينثيتك يعني مش طبيعي. فكل الايودين اللي في الطبيعه 127 مفيش ايزوتوب منه. ايه يا دكتور انا مش فاهم، وريني سبيكترم عشان افهم. طيب نبص على سبيكترم. لما نبص على سوري سبيكترم فيه زي دوت مثلا التو برومو بروبان، التو برومو بروبان زي ما انت شايف في واحده برومين، فبالتالي لما تبص المولوكولر اي ميكا عنده 100 تقريبا 22. تمام. دي جايه من الايه؟ البرومين 79، و124 هتلاقيها جايه من مين؟ من البرومين 81. فالاولانيه الام هتسميها المولوكولر اي ميك، الثانيه هتسميها الايزوتوب بيكس، ولو تلاحظ نسبتهم الانتنسيتي بتاعتهم قد بعض. طبعا لما المركب هيتكسر هيفقد البرومين يديني البيس بيك دي. فبالتالي مركب زي دوت مثلا في، طيب احنا عايزين مثال تاني يا دكتور. مثلا طيب المركب ده مثلا في ايه؟ كربون ونيتروجين وهيدروجين، يبقى تتوقع ان المولوكولا الاورميك عند 41 اهو. تمام. طيب الايزوتوبيكس مش موجود، تكاد لا تذكر.
فكان قال لي عند 42، حاجة بسيطة جدا، أقل من 1%. ليه؟ لأن ما فيهوش لا سلفر ولا كلورين ولا بروبين. طيب ناخد اكزامبل تاني، مثال زي دوت مثلا، ده الايه؟ الكلوروبنزين. كلوروبنزين لو انت اعتبرت ان الكلورين 35 يبقى ده المولوكولار ايوبيك اهو عند 112، تمام؟ طيب في 113 صغنن اهي، 114، ال 114 تقريبا تلت دي، دي اللي بنسميها ام بلس 2، دي بنسميها ايزوتوب ميكس. يبقى انا بدات اتعلم حاجات اول ما ابص على السبيكتروم. اول حاجه لو بصيت هنا، فين المولوكولار ايوبيك؟ عند 112 يا دكتور، تمام. وانت لو حسبتها هتلاقي 112، تمام. طيب في ام بلس 2 دي نسميها ايزوتوب بيكس. طب البيز بيك فين هنا؟ اللي هو الموست ستيبل فراجمنت، هو المولوكولار ايوبيك. يبقى المولوكولار ايوبيك هنا ستيبل، تمام. يبقى قدرت اطلع المولوكولار ايوبيك، اطلع البيز بيك، البيز بيك اللي هو اعلى واحد في الانتنستي، قدرت اطلع المولوكولار الايزوتوب بيكس. والان انا ابص لدي الاقيها دي بنسبه التلت وعند يعني زياده 2، يبقى ده اعرف على طول ان كلورين. طب لو كان بنسبه نفس المستوى يبقى بروبين. طب لو 4% يبقى سلفر. طبعا ده باعتبار ان انا عندي واحده كلورين بس، او واحده سلفر بس، او واحده بروبين بس. طب لو عندي 2 كلورين يبقى هيظهر ام بلس 2 وام بلس 4. طب لو 3 يظهر لي ام بلس 6 كمان، والنسبه هنا تزيد. لو انا عندي 2 كلورين هتبقى ام بلس 2 هتبقى اكتر تلتين مثلا، والام بلس 4 هتبقى التلت، وهكذا، لان احتمال انه يتواجد من 2 هيزيد. يبقى اول حاجه لما ببص على الباس هقدر اطلع بسهوله جدا البلوكلر ايوبيك، واطلع الايزوتوب بيكس، واطلع البيز بيك. دي النمبر 1 بالنسبه لي، اللي انا عايز الكل يقدر يعرفها. طيب ايه المستوى اللي والبيز بيك ايه يعني انت لو قدرت تعرف الثلاثه دول انت ممكن حتى تعرف معلومات مهمه خالص، وتقدر تجاوب على اسئله كتير في الامتحان ان شاء الله. طب الجزئيه الثانيه ان انا اعرف الفراجمنتيشن بقى، كل فراجمنت ده ايه وحصل ازاي، ودي مستوى ثاني. الوقت مش هيقدر يسعفني ان انا اخوض في تفاصيلها كلها، ولكن هنقولها عشان تبدا تتعرف تستخدم البسبك بعمق اكبر، تمام. معلش ناخد اكزامبل السلفر. ادي السلفر زي ما انت شايف البلوكر ايوبيك اهو، وادي الام بلس 2 اهي. يبقى الحاجات اللي فيها ام بلس 2 اللي فيها سلفر وكلورين وبروبين، والسلفر بيبقى نسبته بتبقى الانتنس بتاعته 4%، لكن يعتبر بالنسبه للكربون والهيدروجين والنيتروجين والاكسجين بنسبه كبيره، لكن بالنسبه للكلورين والبروبين بتبقى قليله. فانا كده دي من الحاجات اللي تعرفك وتاكد لك وجود السلفر او كلورين او البرومين بسهوله جدا، تمام. الفراجمنتيشن زي ما اتفقنا، قبل ما نقول الفراجمنتيشن، الايودين مثلا، الايودين زي ما انت شايف ملوش ام بلس 2، ملوش ام بلس 4، وهكذا، ملوش الحاجات دي، هو ايودين واحده فالبلوك ام بي. والايودين تقدر تعرف المركبات اللي فيها ايودين ان بيظهر لها دايما نتيجه للفراجمنتيشن بتاع الايودانيوم، هيديني عند ال 127 الايودانيوم. فالايودانيوم ده نتيجه الايودين، يعني المركب اتكسر كده كان عليه بوزيتيف تشارج، الايودين خد البوزيتيف تشارج وباقي المركب طلع راديكال، والراديكال ما بيظهرلوش اي حاجه. طيب او العكس، الايودين هيبقى هو الراديكال والجزء المركب هو اللي البوزيتيف، غالبا هي دي البيك بتاعك. يبقى لما ببص على المركب ده اقول ان دي المركب بيك، ان ما فيش ايزوتوب بيكس، ان دي كمان هي البيز بيك، واقول ان الايودونيوم اول فراجمنت اهو اتعرفت عليه، ده الايودونيوم بيك، او الايودين نفسه تشيل 127 يديك الجزء دوت. فده اللي هو ايه؟ يا اما البوزيتيف على الايودين، يا اما البوزيتيف على باقي المركب. ادي المركب، مركب بسيط جدا، اتعرفنا على الاستراكشر بتاعه. ادي يعني لما تيجي مع دي ودي كمان هيديك دي. ادي الايه؟ بس تمام؟ طيب الفراجمنتيشن ليه قواعد؟ يعني تكسير المركب ليه قواعد؟ ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي.